زي ما نعرف احنا في حاليا في فصل الصيف تساؤلات عديدة تكون ما بين النساء. ولكن على فكرة هو مش السيدات بس يهتموا بالبشرة، كذلك الرجال يجب أنهم يهتموا بالبشرة، نضارة البشرة، وأيضا إذا كانت تعاني البشرة من حبوب أو تجاعيد أو غيرها. فهل تتأثر البشرة بفصل الصيف، قلة شرب المياه؟ وإحنا نعرفوا أن دائما إحنا متعرضين لمخاطر إذا كنا تحت الشمس أو معرضين للشمس، فكيف نحمي بشرتي؟ كيف نحمي هذه البشرة؟ كيف أنا نعتني بها خلال فصل الصيف وما نخليهاش تأثر، ما نخليش فصل الصيف يأثر عليها بشكل سلبي ويأثر عليه بشرتي؟ خلينا نعرفه كل هذا مع الدكتورة رانيا أسرار. رانيا أسرار، أهلا وسهلا بك دكتورة، هي دكتورة أمراض جلدية وخبيرة تجميل. يا صباح الخير. أهلا وسهلا بك، صباح الخير. شكرا. احنا هنتكلم اليوم على التصبغات، التصبغات وكيف ان احنا نقدروا نحمو البشره باشعه الشمس، ممكن حتى مش تصبغات، يعني ان هي الشمس مش حتدير لنا تصبغات بس، يعني في مشاكل ممكن تديرها لنا الشمس اكثر ما ان احنا تعطينا تصبغات. بس دائما احنا نركزوا ان احنا لوننا حيسمر، ان احنا ممكن تصير لنا تصبغات، فاكثر حاجه نركزوا عليها وننسوا الباقي ممكن هو دروب. فعلا طبعا طبعا، حتى لما تكلمت على تجاعيد او تكلمت على شرب الميه، لان هذه اسئله كانت من حلقه امس، الناس تسال يعني قله شرب الميه او غيره ياثر على البشره ولا. لكن خلينا نبدا معك باول سؤال. احنا نعرفوا ان دائما معرضين احنا البشره ل سواء البشره او اليد دائما معرضه للشمس، والشمس طبعا لها مخاطر عديده وتاثر على البشره، فكيف نحمي بشرتي خلال فصل الصيف، خاصه ان في ناس ما تعرفش تختار الواقي اللي ممكن يساعدها ويناسب بشرتها. اوكي، خلينا نتكلم اول حاجه على اشعه الشمس. اشعه الشمس زي ما هي مفيده ان هي تعطينا في فيتامين د وممكن تساعدنا في المود بتاعنا بذهب كويس وتنشط فينا، لكن برضو لها مضار. أشعة الشمس، الأشعة اللي احنا ضارة لينا اللي هي الأشعة الألترافايت اللي هي الفوق البنفسجية، هي الأشعة الضارة لينا احنا. الأشعة الفوق البنفسجية ممكن تتقسم لأكثر من نوع، الألترافايت A والبي والسي. الإي اللي هي مسؤولة على التجاعيد وإن احنا يكون عندنا الايجنج سبوت هما اللي طلعونا لتعدل في العمر بتاعنا اللي تبين فينا اكبر بالضبط، هذه اللي نسموه فيها الالترا فايولت اي. وعندنا الالترا فايولت بي اللي هي هذه اللي تعطي فينا في اللون اللي تحرك فينا. هذه لما تطلع الشمس تلاقي روحك انك انت وجهك محرق وبدا احمر بعد بدا ينحرق، هذه الالترا فايولت بي. السي طبعا هذه اللي هي تسببنا في السرطانات، والناس اللي تعرضوا للشمس بكميه كبيره ويديروا في تانينج هلبة، فالألترا فايولت سي هي اللي تأثر عليهم هلبة. هذه الأنواع متاع الألترا فايولت اللي احنا المضرة لينا اللي احنا ما نبوهاش. احنا كيف نقدروا نحمو نفسنا بها؟ ان احنا نقدروا نديروا وقيات شمس. الواقي الشمس نقدر نقسموه لكيميائي اللي هو الكريمات اللي احنا نستخدم فيهم واقيات الشمس، او الحاجات الطبيعيه اللي ممكن احنا نستخدموها زي حوائجنا، طواقي، نظارات، الحاجات هي ممكن اللي تحمينا. وخي الشمس اللي اغلبنا ما يعرفوش يختاروه وما يعرفوش يختاروا النوع الصح ليهم، واحده منهم دائما محير شنو احسن واقي نقدر ان نستخدمه. ما فيش واقي نقدر نستخدمه انت تقدر تستخدميه انت ويعطينا نفس النتيجه وناخذه عليه نفس الرضا. اوكي، فاحنا بنختاره اول حاجه لما تجيب تشري واقي شمس، بغض النظر على البراند بتاع اي نوعيه انت تبي تشريها، كل ماركه معينه حتلاقي انها فيها نفس التقسيمات، يعني حتلاقي عندها نفس الشكل واحيانا كلام بتغير. بنشوف انا مثلا بشره دهنيه، بشره دهنيه حنمشي اني انا نختار جل او نختار فلويد، هما اللي حيمشوا معي مع بشرتي الدهنيه، انه هو الجل حيمتص فمش حيدهن هالي بزيادة، الفلويد حتى هو حيمتص مش حيدهن هالي بزيادة، فحيمشي معاي. وإنني البشرة الدهنية إن هي فيها فرزات هلبة، بشرتي دهنية أو مختلطة مائلة للدهنية حنختار كريم لأنه حيرطبها لي. هذا كيف إن احنا نختاره، يا إما فلويد يا إما جل يا إما كريم. تمام، بس أنا عندي سؤال، هل يطلب مثلا أنا ما نعرفش نختار الواقي المناسب أو مش عارفة نحمي نفسي، يطلب أني نزور طبيب جلدية هي ممكن توضح لي أكثر؟ ممكن الصيدلاني ينصحك
بنوع. وممكن الاحسن انك انت تمشي لطبيب جلديه هو اللي بيعطيك النوع اللي بيمشي معك. يعني هو بيلخص عليك المرحله هذه المشوار الطويل هذا، حيشوفك انت من الناس اللي كيف طبيعه عملك، كيف انك انت بتستخدمي بشرتك، كيف شكلها، ممكن حيعطيك النوعيه اللي تمشي معك احسن. فهو حيوفر عليك انك انت تقعدي دايخه ما بينات الحاجات هي كلها. برضو حاجة تانية، احنا ديما نختاروا يجوني في حالات يقولوا لي احنا نبغوا ناخدوا SPF 100 او SPF 80 او حاجة. في حاجة نبغى نوضحها، ان SPF سواء كان 15 او 30 او whatever الرقم اللي هو فيه، SPF مش معناها كمية التغطية اللي بيغطيها لي او النتيجة. ممكن هو شوفي السن بروتكتف فاكتور اللي هو SPF هداي، هو لما نلاقي الرقم شو معناه الرقم هذا؟ مش كمية التغطية اللي عندنا. احنا لو لقينا 15 مثلا، 15 هنضربها في 10 هي يعني 150 دقيقة. يعني هو حيحمينا 150 دقيقة، يعطينا النتيجة مثلا لمدة يعني هو ممكن يحمي لي وجهي لمدة 150 دقيقة اللي هم ساعتين ونص تقريبا. تمام. لو خدينا SPF 50 مثلا حنضربها في 10 برضو حيعطينا نفس ال 500 دقيقة. طبعا احنا اللي يمشي معنا في وقتنا هنا او في الحراره اللي عندنا وطبيعه خدمتنا، اغلب الناس ان هم ياخذوا فوق ما يقدروش يغيروه ويمسوا، فبناخذوا SPF 50 و50 او 50 بلس. تمام. لكن مش يعني ان انا لو خديت 100 او 50 ان هذا حيقعد لي حيغطي لي وجهي كامل. لا، هو ما خصاش في التغطيه، مانيش علاقه بتغطيه الوجه. هو في قداش بيقعد، هذه حاجه. طبعا هو قداش يقعد تفرق اني انا من الناس اللي نحط فيه على وجهي نمسح فيه، فاني نمسح فيه مثلا الناس اللي تعرق، الناس اللي تعرق فهو مع العرق حيمشي، نمسح في وجهي حيمشي معي في الفينكس، خشيت عمت في الميه بتحوله، فبنقعد انني حنعاوده من اول وجديد. انا عندي لك سؤال، هل يستحسن ان مثلا على مدار اليوم وانا معرضه للشمس مثلا حطيت الواقي، حسيت ان الواقي مثلا جف او امتص الجلد الواقي، هل نرجع نديره من اول وجديد على مدار اليوم؟ ما هو انت لازم انك انت بتكون معك على طول واقي شمس دائما يكون في شنطتك. يعني واقي شمس مش تديريه في الحوش وتحطيه في الحوش وتطلعي، لا، واقي شمس تكون معك في شنطتك كل وقت. انت حتعاودي تستخدميه من اول وجديد، حتديريه من اول وجديد وحيعطيك النتيجه احسن. بس المشكله السيدات اللي دائما ميك اب على هذه ممكن حتواجههم مشكله. خليني اقول لك شيء، اغلب الناس او السيدات اللي يستخدموا في اللي يحبوا يحطوا في كريمات ويحطوا في مكياج يكونوا لانهم بيغطوا مشكله. يعني اول ما احنا نوصل للمرحله ان احنا وجهنا ما فيش تصبغات ما فيش مشاكل، حتلاقيها استغنت عليه وبدت تطلع في وجهها عادي جدا. جميل، حلو. فالمكياج حتلاقيه تغطيه يستخدموا فيها الاغلب باش انهم يديروها. اوكي، في ناس تحبها لكن ومستدعية انها هي تديرها في وهي طالعة بس، لكن اغلبهم يستخدموا فيها بالذات الناس اللي ما تقدرش تسيب الفاونديشن تكون للسبب هذا انها هي كتغطية. تمام. انا عندي لك سؤال، في بشرة مختلطة ما بين الدهنية والجافة، تلقاها ممكن هنا دهنية وهنا مثلا يكي جفاف. اوكي، هم الأغلب يكونوا التيزون بتاعهم هو هو الدهني أكثر والبقيت الوجه. لو إن هو البشرة مثلا ما هي جافة بحتا ولا هي مثلا دهنية بحتا، هي لا مختلطة ما بين الجفاف والدهنية، كيف مثلا تستخدم واقي أو كيف، هل هي تستخدم نوعين ولا كيف حتكون؟ هنقول لك حاجة، لا هي مش حتستخدم نوعين. طبعا حتستخدم نوعين، لكن لو إحنا كانت بشرتنا مختلطة مختلطة من المايل أكثر فيها، يعني هل هي مختلطه والدهني زايد فيها؟ يعني ما هو انا لما تكون بشرتي مختلطه اكيد في عندي حاجه هي اللي مضايقتني، هل هو الجفاف اللي طالع لي او القشور، او هل هو انها هي تدهن هلبه؟ لو انها هي تدهن هلبه فصدقيني المنطقه الجافه مش حتكون عندها فيها مشكله هلبه. تمام. لكن هي المنطقه الدهنيه حتكون لها، فهي حتمشي كانها بشره دهنيه. في ناس اللي تكون بشرتهم لا الجفاف والبشور هم المسببين لهم، يعني الدهن مش ديما بس يعني مع الوقت، يعني في نهايه اليوم ممكن تلاقيها ان هي دهنت لكن مش بتاع
كل ساعة أو كل شوية وجهها لن يبدأ يلمع ومن كتب أنها يمدهن. هذا بالنسبة للواقي. غير الواقي قد نقدر نحمي نفسي في فصل الصيف وبشرتي نحماها فصل الصيف بشرب المية كم كبير، وأني نشرب مثلا في المية أو في مثلا خطوات تانية نقدر نتبعها؟ احنا أول حاجة احنا اخترنا الواقي، احنا بنحطه تمام، ان الواقي هذا بيحمي لنا بشرتنا فقط. احنا مثلا من الجفاف والقشور، يعني مثلا انا نعاني من قشور، فانا كيف مثلا ما نشربش مية ولا قلت حتى على الهواء مية مستحيل استحالة نشربها. شوف الناس ما تحبش المية ما تكون ما تحبش النكهة متاعها، حط بالك بالضبط، وهذا اللي قلت على هو نكهة المية هي اللي مش متقبلتها. اوكي تمام، تقدر تغيرها، يعني اغلبيتهم ما يحبوش بنات المية، فتقدر تغيرها، تقدر تحطي فيها زهر عطر اي حاجة، تقدر تحطي فيها ليم، تقدر تحطي فيها نوع من انواع الفاكهة انت تحبيه، حيعطيك بنك انك درتها ديتوكس مثلا، يعني مش شرط انك تحطها ديتوكس، لكن حتتمنى ان حاجة ما هيش مية. بالضبط، وهذا اللي حتلاقي روحك انك انت ماشية وانت تشرب في مية وانت امورك تمام، ما تاخذيش شيش مية كبار، خذي شيش مية صغيرة، حتشربيهم مش حتحسي روحك انك انت أنا ما زال بنشرب هذه كلها. عارفة الكمية، أنا ما زال عندي كمية كبيرة كمية كلها حنشربها، بس أنا عندي كمية صغيرة أنا بنشربها وخلاص حناخدها. فالمية وإن إحنا رطب نفسنا من داخل هذه مهمة جدا، بعدها حنبدأ رطب نفسنا من برا. يعني إحنا مهم جدا إحنا نستخدم الترطيب أقل حاجة مرة واحدة في اليوم قبل ما نرقد، في الروتين بتاعنا قبل ما نرقد إن إحنا نرطب وجهي، رطب وجهي ونرقد، حلاقي روحي مع الوقت ومع الاستمرار إن أنا ما عادش نعاني من الجفاف، ما عادش نعاني من الجفاف وما عادش نعاني من الدهون. لأن في حاجة دي ما يقفلوا عليها، أنا لو بشرتي دهنية ما يرطبوش لأن بشرتهم دهنية. بعدين يجي يقول لك أنا بشرتي كانت دهنية بعدين مع الوقت بدي عندي قشور جات حواجبي أو قشورك، لأنك أنت تشوف فيها أنها هي دهنية فما ترطبوش فيها، فمع الوقت التراكمات مع الدهون وهي أساسا بشرتك جافة هتصير جافة يعني، فحيبدأ عندك القشور. هي مش هتكون جافة لكن حيقعد عندك القشور هي. فدايما رطبوها، حتكون بشرتنا حتى لما تكوني ترطبي معاش بشرتك حتبدأ تفرز في دهون بكمية زايدة لدرجة ان هي تخليني بشرتي مدهنة اكثر، حتكون البشرة معتدلة معتدلة في توازن، حنكون نديرو كنترول. هذا للترطيب. حاجة تانية، في ناس لما تطلع على الشمس وجهها يبدأ احمر هلبة، وأول ما تتعرض للشمس، مجرد ما تتعرض للشمس حتقعد وجهها أحمر وبعدين وجهها يقلب أسود وهيك، فتبقى تستخدم حاجة إنها هي ترطب لها وجهها أو تهديهولها. في مرطبات يكون فصلهم SPF نقدر نستخدمهم، ونقدر نستخدم حاجة تانية اللي هي الترمر ووتر، المية الحرارية. ممكن أغلب البراندات عندهم حتلاقيها في جميع الصيدليات، وكل براند حتلاقي عندها. حتساعدني من أما ناحية، حتساعدني من أما ناحية. الترمر ووتر هذه حتهدي لي وجهي، الحميرة اللي انت تشوفي فيها دي كلها هيك، هذه نوع من أنواع المهديات. في نفس الوقت انها هي اترطب لي وجهي، وفيها معادن فيها فيتامين. انت يكون استخدامها تقدر تستخدمها في اي وقت، في اي وقت، في اي وقت تقدر تستخدمها، تحطها معك في شنطتك، او ما تحسي انه وجهك بدا حراره هلبه. الناس اللي يمشوا المصيف مثلا يصيفوا ومع الشمس ومع الحراره وجههم ما يتحملوهاش، فاني قدروها. هل طريقه استخدامها مثلا رش على الوجه ولا مثلا ناخذ؟ هي سبراي، تلاقي اغلبهم سبراي، فانت بترشها. عارفه نفس فكره ميه الورد وكيف، بس ال الترمر ووتر يكون فصها معادن وفيتامين، وهي اساسا ميه تكون ميه بتاعت ينابيع، يعني فوائد اكثر الفوائد فيها هي حتكون طبيعيه، بعكس ميه الورد. ميه الورد بحد ثقه انك انت تاخذيها منها، ما تكونش مصنعه، اغلبيتها مصنعه ما يكونوش حقيقيه، يحطوا فيها في ريحه بس وتكون ميه عادي، فانت مش هتستفيدي منها. بالعكس في ناس تتحسس منها. فالترمر ووتر ما فيش ناس يتحسسوا منها، تنفع مع الناس اللي عندهم اكزيما، الناس اللي عندهم صدفيه، الناس المحروقين، تقريبا جميع الناس ممكن يستفادوا منها، حتى اللي عندهم كلف. لان الكلف، شوفي الكلف يعني الخلايا التصبغيه زايده. يعني قعدت ما اهتميتش ببشرتي، ما كنتش نرطب فيها كويس، ما كنتش نستخدم فواقي شمس، كنت ممكن نطلع بكريمات او حاجه نطلع بها للشمس عادي. فهذه الحاجات كلها ممكن ان هي تساعد او تخلي لي بشرتي متعرضه للتصبغات.